السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. الجو تلج اكيد اليومين دول، وانتوا اكيد كلكم ساقعين يعني، فقلنا نطلع ندفيكم بفيديو كده واضاءة حمراء كده وحاجات شتوية يعني. فالنهارده ان شاء الله فيديو مهم جدا جدا يا شباب، هيساعدكم على الانتاجية والتركيز اثناء المذاكرة. الفكرة اصلا بتاعت فيديو النهارده يا شباب ازاي جات لي؟ زي ما انتوا عارفين او ما اعرفش كلكم عارفين ولا لا، احنا عندنا قناة يا جماعة للفلوجز بندردش فيها كده فيديوهات عفوية مش متمنتجة ولا اي حاجة، بننزلها كده وبدردش معاكم، اسمها جواد وهتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت الفيديو. المهم يعني شباب ان انا بنشط على القناه بتاعت الفلوجز دي كل 6 شهور حرفيا، يعني اخر فيديو عملته قبل الفتره ديت كان من 6 شهور في الفاينل بتاع رابعه كليه بتاع 4 طب، واليومين دول بقى اللي هو فاينل 5 طب اول ترم بنزل فيديوهات كل يوم حرفيا. ومن هنا جات لي فكره فيديو النهارده، انا وانا بذاكر ايه اللي بيخليني احسن الانتاجيه بتاعتي واركز اكتر؟ اول حاجه يا شباب وهي تحسين المود اثناء المذاكره. هقول لك على الحاجات اللي انا بحسن بيها مودي ممكن تعملها تفرق معاك، واكيد انت عندك حاجات اضافيه ممكن تعملها تفرق معاك اكتر من كده كمان. اول حاجه يا شباب، انا بحب جدا وانا بذاكر يكون او اكون نظيف جدا، اكون لابس كويس جدا جدا، يكون ريحتي حلوه جدا جدا عادي جدا، بقوم رشش بيرفوم كده اجفحين يا نهار اسود. فالحاجات اللي بتحسن مودك اعملها وانت بتذاكر. ليه لا؟ ليه تقعد بتذاكر مثلا مش متهندم او مش نظيف او ريحتك مش حلوه او انت مثلا لابس هدوم اي كلام؟ يعني اي حاجه كده هو بتخلي مودك وحش ما تعملهاش وانت بتذاكر، تمام؟ فحضراتكم دوروا على الحاجه اللي بتسعدكم اثناء المذاكره واعملوها. طيب ثانيا يا شباب، دي حاجه بقى مهمه جدا 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 يا شباب، الله يكرمكم، لا ترهقوا انفسكم في التفكير كتير. يعني يا شباب يعني حضرتك ما تفكرش كتير ابدا ابدا في ان انا مثلا بعد ما اخلص السنه هيبقى مصيري ايه. طب في ناس هتجيب مجموعه، انا لا، لو ما جبتش مجموعه هعمل ايه، ولو جبت مجموعه هعمل ايه؟ ما تسرحش كتير ارجوك، ما تسرحش كتير، اوعى تسرح كتير. ليه بقى؟ لان كتر السرحان لو سرحان في حته حلوه فهيخليك تتلهى عن المذاكره، لو سرحان في حته وحشه فهيخليك تسيب المذاكره، فما تسرحش. كمان يا اصدقاء لو انتوا بتعدوا بفترات عصيبه وصعبه اليومين دول، واكيد كل الناس كده، فما تقلقوش خالص لان دي فتره ان شاء الله هتعدي، بس برضو مش عايزك ترهق نفسك في مدى صعوبه هذه الفتره. تخيل كده ان كل اقرانك في ثانويه عامه زيك بالظبط دلوقتي، ما تحملش نفسك فوق طاقتها. اه الدنيا صعبه واه الموضوع تقيل جدا على قلبك دلوقتي، لكن بس كل اللي عايزك تعمله تعدي الفتره دي باقصى درجه سلام نفسي تقدر عليها، تمام؟ يعني ما تفكرش في اي حاجه تزعلك خالص. وجماعه في الفترات دي في حاجه بتفرق معايا جدا جدا لما اعملها، الا وهي ان انا بفتكر الفترات الصعبه اللي عدت في حياتي من قبل كده. يعني مثلا انا دلوقتي عندي فاينل نيورو مخ واعصاب وكمان جراحه اطفال في الكليه، فالموضوع بالنسبه لي هو كبير جدا على فكره، وفي حاجات انا ما ذاكرتهاش ايام الموديول وبذاكرها في الفاينل لاول مره، فالموضوع بالنسبه لي صعب مش سهل. لكن لما بيجي الشيطان كده يحدثني ان انا ابقى عندي مشاكل مثلا، او ان انا لا يا محمد بقى ده انت هتجزع، او انت مثلا هتكره حياتك او تسيبه وتلعب في الكليه، او حتى تكتب بوست تصحفي، بقول لنفسي محمد عندك يا باشا، انت كان عندك فترات صعبه قبل كده كتير جدا جدا جدا، زي مثلا مديول القلب سي في اس كان تقيل قوي، العمل بتاعه مثلا كان عباره عن 8 مواد مايكروبيولوجي وفيسيولوجي كل حاجه حرفيا. وبعد كده برده جالنا المخ والاعصاب في الاكاديمي وكان صعب جدا 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 يعني مش طبيعي. فانا دايما يا جماعه بذكر نفسي بالفترات الصعبه اللي انا كنت مفكرها مش هتعدي وعدت وجبت امتياز كمان، فايه المشكله يعني؟ فحضرتك افتكر الفترات الصعبه اللي ربنا كرمك فيها وعدت عليك، وقول ان شاء الله الفتره دي هتعدي زي اللي فاتوا ما عدوا، تمام؟ طيب برضه يا شباب حاجه مهمه جدا جدا، لو حضرتك قصرت في اي حاجه فاتت فعايز اقول لك يا صديقي ما فاتك لن يعود، انسى، هو كده كده مش راجع، انت تملك اللي جاي بقى، تقدر تعيش الحاضر ان شاء الله وتجتهد فيه عشان تملك اللي جاي، لكن اللي فات خلاص مات مش هيرجع خلاص. فما تندمش على حاجه حصلت ابدا مهما كانت وحشه عندك او مهما كانت انت مقصر فيها خالص، اتفقنا؟ ثالثا يا اصدقاء، انا جاي بس من بعيد كده عشان اجيب لكم التليفون بتاعي واقول لكم ان انا بقالي مثلا اسبوعين ماسح شويه ابلكيشنز من على الميديا، او خصوصا يعني التيك توك. خلاص انا في فتره ما نزلت التيك توك عندي وعملت عليه بروفايل واكونت عشان انزل عليه فيديوهات واعمل عليه ريلز وكده، وعادي يعني بقى عندي عليه 90,000 فولور وهكذا. بس بعد فتره كده لقيتني كل ما اخش انزل ريل بقعد اسكرول 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 اسكرول، فلقيتني مثلا بضيع لي في اليوم عليه وليكن ساعه. فجالي كده تفكير معين، ايه ده محمد تيك توك بتضيع عليه انت كمحمد ساعه؟ بتتفرج على مين اصلا؟ بتعمل ايه على التيك توك؟ ما بعملش اي حاجه، انا بس بتفرج وخلاص، بقلب وخلاص، بتلهي في قلب السكرولنج ده. فلا لا 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 عندك بقى ستوب، رحت مسحه يا جماعه تماما، مسحته خالص، مش عايز انزل عليه فيديوهات. فتخيل بقى انا اصلا شغلي كده على الميديا، المفروض انزل على كل السوشيال ميديا، ومسحت التيك توك. طب انت بقى اللي لا شغال عليه ولا بتستفيد منه، ما قاعده عندك ليه؟ وهكذا يا جماعه بقى على كل تطبيقات السوشيال ميديا، فيسبوك بقى، تيك توك، انستجرام، يوتيوب، اي حاجه بتلهيك حرفيا لازم تتخلص منها تماما، وحرفيا هيفرق معاك جامد جدا. تخيل بس انت لو انت السكرين اون تايم بتاعك على الموبايل وليكن 5 ساعات، انت خلاص تخلصت تماما من كل الحاجات اللي بتضيع وقتك، فبقى عندك في اليوم 5 ساعات، تخيل ممكن
تعمل فيهم ايه، ممكن تنجز حاجات بالعبيط. فشباب مسح تطبيقات السوشيال ميديا مهم جدا 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 في الفترات اللي جايه عشان توفر وقتك وعشان تعرف تنجز ان شاء الله. وبيحصل لي بقى حاجه كده غريبه، انا كنت اتعودت كده كل شويه في اليوم اروح ماسك التليفون فاتح تيك توك اشوف مثلا الابديتس اللي عليه، الترندات اللي شغاله، ايه الكلام ده كله. فكنت حرفيا بقيت يعني داخل على مرحله الادمان، اللي هو انا كل شويه لازم افتح ابص فيه ايه. طب لما مسحته بقى يجي لي كده هاجس كل شويه التليفون امسكه واجي ادور على التيك توك، ايه ده مش عندي اصلا، ما تفكرش تنزله تاني، اوعى. فالحمد لله لحد الان انا متماسك وما نزلتوش. فلو عندك حاجه بتلهيك شيلها تماما من حياتك، عادي جدا يا شباب. طيب رابع نصيحه يا اولاد، وهي نصيحه مهمه جدا 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 والله العظيم يا جماعه، انا بعتبركم اخواتي صغيرين، مش اكبر منكم يعني بكتير، لكن برضو اكبر منكم بشويه، انا عندي 23 سنه وشهر تقريبا، يعني اكبر منكم بخمس سنين. المهم يعني يا شباب، المحبطين في حياتكم ارجوكم يا شباب ما تسمعوا لهمش. هتلاقي مثلا واحده مخلصه كل اللي في الحياه، مقطعه المنهج اصلا، وتقابلك تلاقي الكشوره على وشها، وبص تحس ان في غضب نازل على وشها كده وهي مكشره في وشك وبتقول الكلام سلبي، ما انا هنتحر، وتروح الدرس تلاقيها مقفله الامتحان. انت متخيله الموضوع؟ وانت كمان صاحبك مثلا يقول لك يا عم انا كنت بلعب النهارده، رايح البلاي ستيشن مش عارف ايه، وتروح الدرس تلاقيها مقفله الامتحان الشامل. يخرب بيتك، طب بتقول لصاحبك كده ليه؟ هل انت مثلا ذكي؟ لو حد فيكم بيسمعني بقى من اللي بيعمل كده، حرام عليكم، حرام عليكم زمايلكم. في ناس يا جماعه بتتاثر بالكلمه، في ناس بس الكلمه، هم اصلا بيذاكروا بالعافيه على وشك، يعني هو اصلا قاعد كده في خط معين تحته الفشل فوق النجاح، هو في النص بالظبط وعلى الحركرك، فانت بس لو قلت له كلمه هتلاقيه وقع. فيا جماعه الكلمه الطيبه صدقه يا اخي، حتى لو انت حالك وحش وحد سالك على حاجه قول له يا عم الحمد لله رضا، زي ما اهلنا بيقولوا الحمد لله رضا، كله تمام، ماشي الحال، ماشي الحال، حلو ولا وحش يا عم الحمد لله رضا على كل شيء. بس ما تقولش وحش، وما تقولش مش مذاكر، وما تقولش هنتحر، وما تقولش ما تقولش ما تقولش. جماعه الكلام السلبي وحش، الكلام السلبي يا شباب ممكن يضيع ناس حرفيا. تخيل ممكن تكون انت سبب في ضياع واحد صاحبك، او انت كذلك في ضياع واحده صاحبتك، حتى لو صحابنا بيقولوا كده ومفيش فايده فيهم، وانت عارف ان هو اصلا بيتكلم كلام سلبي وهو اصلا شاطر وبيذاكر عادي جدا وبيغفلك، فما تسمعلوش خالص يا جماعه، ما نسمعش لاي حد بيقول لنا اي كلام سلبي، اتفقنا؟ تخيل مثلا يا شباب، ودي حاجه خطيره صراحه انا مجربها الفتره ديت ونفع معايا جدا جدا جدا، الا وهي البعد عن البشر قدر الامكان. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يمكن بالنهار مثلا انا تليفوني قريب كده اتعرف وبقى ناس كتير جدا بتتصل عليا، فحرفيا تليفوني بالنهار كارثه. المهم يعني يا شباب قصه كده مش عايز اشغلكم بيها، يعني انا لقيت دلوقتي في الفتره الحاليه وانا بذاكر في الفاينل ان وقت الليل هو كنز حرفيا. انا عارف ان النوم بالليل احسن والنوم بالنهار مرهق جدا جدا، وانا اصلا تعبان من النوم بالنهار مفيش كلام، متاثر حياتي متاثره فعلا وتركيزي مش احسن حاجه، فانا بالنهار بنام وبالليل بصحى طول الليل بعرف اعمل اي حاجه انا عايز اعملها. انا بصور لك دلوقتي بعد الفجر حتى مفيش حاجه معديه في الشارع، لكن بالنهار بقى صباح الفل، البطاطس بقى والطماطم والحديد وكل حاجه معديه بتحضر لما اجي ازوق عادي مش مشكله. بره عن التصوير يعني يا جماعه، حتى لو انت بتذاكر فهتلاقي برده مشتتات كتير جدا 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 بالنهار، يعني احسن وقت تذاكر فيه من بعد الفجر كده لحد مثلا الظهر، بتكون برده الدنيا لسه هاديه مفيش طلبات مثلا في البيت الكلام ده كله. فانا بستغل الفترات بتاعه الليل وفترات بعد الفجر لحد الظهر مثلا في الشغل او المذاكره اللي انا عايز اعملها. ليه؟ لان يا جماعه دي فترات بعيده عن البشر، فحاول تبعد عن البشر قدر الامكان. وبرده يا شباب في حاجه كده خطيره مش عارف انتوا واخدين بالكم منها ولا لا، ان انتوا في الدروس في وقت كتير جدا 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 بيضيع. انا بدي دروس في سنتر على فكره، بس والله العظيم والله العظيم والله العظيم يا جماعه اي طالب ما جربش الاونلاين فايته كتير جدا جدا جدا، بصرف النظر عن الاحياء والكورس بتاعنا اللي اصلا ممكن تشترك فيه عادي، بصرف النظر انت ممكن تجرب الاونلاين في اي ماده انت عاوزها وهتشوف الانجاز اللي هيحصل في حياتك. انت بس عاوز شويه الزام من نفسك، انك تلزم نفسك انك تعمل حاجه معينه، او انك تسمع المحاضرات وتحل الواجب والكلام ده كله، وتلزم نفسك بنفسك والامتحانات الشامله اللي في الاونلاين تحلها برضه. احنا معانا عادي جدا ما شاء الله الشهر اللي فات في كورس الاحياء الامتحان الشامل على الهرمونات والدعامه ما شاء الله مقفله رفايده وباسم، خدوا جائزه ماليه كبيره ما شاء الله، والامتحان الشامل على الدعامه برضو اللي مقفل اخد 5000 جنيه. فيا جماعه الشاهد ان الموضوع مش هين ومش عبط ومش هبل ومش لعب في التليفونات، لا الاونلاين يا شباب بقى مهم جدا دلوقتي. فانت لو اخدت اونلاين مثلا ممكن توفر وقت المواصلات وقت الدروس، وانت هتحتاج الوقت الفتره الجايه كتير جدا جدا جدا، وقت الدروس ده والمواصلات والحوارات دي كلها. طيب لو انت عندك وقت بقى بصرف النظر عن الوقت، كون انك مش بتشوف ناس كتير دي حاجه كويسه. طب تخيل يعني كون انك مش بتقعد مع حد، او مش بتسمع من صحابك، او انت حتى مش بتسمع من صحابك، او بتسمعوا كلام سلبي من الناس حواليكوا كتير، دي حاجه مش كويسه. لو قعدت في بيتك بتخرج مثلا بكتير مرتين ثلاثه في الاسبوع يبقى عظمه قوي قوي قوي، ففكر في الموضوع ده كويس جدا. ولو فكرت تاخد اونلاين في اي ماده خليك بس في السنتر حصتين ثلاثه كده على ما تشوف انت هتعرف تتاقلم ولا لا، وافتكر ان اللي عاوز يعمل حاجه بيعملها. يبقى يا شباب النهارده وصيتكم بخمس حاجات، الا وهم: اول حاجه تحسين المود اثناء المذاكره، ثاني حاجه يا شباب لا ترهق نفسك في التفكير ما فاتك لن يعود، ثالثا نمسح تطبيقات السوشيال ميديا اللي بتلهينا، رابعا ما نسمعش الكلام السلبي من المحبطين، خامسا البعد عن البشر غنيمه. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، وانا اكيد اكيد بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.